رجعنا 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 مع عبد الله. رجعنا يزيد عيط هذا تخرج ملحو. رجعنا رجعنا مع عبد الله الشو تايم، ورجعنا مع الجو مع الربح كالعاده، ورجعنا كيما نقول لكم عندنا كهربا فورد فيستا يلزمها تخرج. الكهربا ذي اخر موديل روبوست، طياره ايكونوميك فيها لي زوبسيون اللي تحبوا عليهم الكل. اخر اجل باش تربحوا فيه الكهربا ذي هو النهار لحد نص الليل، ما عادش نقبلوا حتى اس ام اس. دونك تحبوا تبعثوا الاس ام اس نتاعكم، اللي يحب يربح توا مازلت عنده شانس توا ينجم يربح الكهربا ذي. حرف A على 85-899. أبعث أكثر من ميساج باش توفر وتكثر حظوظك. الكهربا ذي في العيد تنجم تكون عندك. وتوا سعداء باش نستقبلوا نحنا في القناة ذي، وخاصة في عبد الله شو تايم. أنا أرتيست قبل ما نكون نخدم في طرز، قبل ما نكون منشط نشجع أي عمل ناجح ولو أنه عمل كونكيرون. اليوم عنا عمل حدث مسلسل كبير برشا، ضرب فيه نجوم زاد ضربوا، نستقبلوا مع بعضنا. قبل ما نستقبلوهم أبطال مسلسل نوبة، قدمهم لعربي أعو. إذا عزيزي المشاهد عزيزي المستمع، نستقبل مع بكل شغف أبطال المسلسل الأسطوري مسلسل النوبة تباعا. إلينا وإليكم فريد شوقي تونس وبروس ويلس العرب، الممثل العالمي القادم على مهل عزيز الجبالي، مصحوبة طبعا بسعادة معالي حضرة جلاب الصابت العميل رقم 007، الممثل والنجمة بعيون جريئة معزة بالرميلي، مصحوبا طبعا هو الاخر بقنبلة الابداع نبيلة عبيد تونس واليزابيث تايلور العرب، الممثلة والنجمة الخارقة هالة عياد. وسيلة كنت نطلب تصفيقه ودنيا من عند الجمهور عملها وحده. دونك سافا وبوكم بيسا اكسبليك لي سوكسي، مرحبا بكم مرحبا بكم. مرحبا لطفي. ساعه خلينا نتفاهموا، وين الصلعه يا صاحبي؟ لا ما عنديش صلعه يدي. شنو ما عندك الصلعه؟ يدي نحجم كل يوم بالله باش تخرج الصلعه هذيك. معناها حجمت هذا. انت بصراحه وقت قال لك باش نعملوا صلعه وافقت ولا من الاول قلت لا لا ولا وافقت من الاول، على خاطر معناها جافي بيزوان بحاجه كيما كيكا باش تزيد دخلني في البيرسوناج، معناها خاطر من بعد لو سوكسي يكون تاع دشرة ووليد ولو بيرسوناج حبيت نبعد عليه برشا، فهمت؟ دونك مشيت جوسكو بو، قال لي نعملوا صلعه، قلت له نعملوا فازي. دونك حجمت بارتي هذه وقعدت طولت الشهرات هذوك. كل يوم اصلع كيكه وتمشي روح يا ولدي، صفر مصداقيه في كل شيء. معناها نعمل عركه في الدار، نغزل المرايه نقول شد بلاستيك شو بابا اغزل راسك، معناها فهمت؟ ولا في الشارع ولا تحومتك ولا الناس؟ لا في الشارع ولا تحومتك، كاسكيت وشابو حد ما راك اصلع في والبنات ماكسيموم هما على السلامه، وكي تقعد تحكي معاهم البعيد تهزي شابو تعملش فازة. صاحبتك خطيبتك ليه من البعيد لبعيد هاكا لي هاكا صاحبتي امها من قبل في بالها، فهمت؟ وبعد بطلت هي سلعة وبعد صارت مشاكل كبيره هي قصيتوها الحمد لله. الحمد رجع شعرك رجعتش؟ رجع كيك ورجع شوي كونتاكت. توليكا ماما يعطيكم الصحه ابطال المسلسل، انتم ريفيلاسيون في الجمهور العريض في الدراما. الناس الكل تشكر فيكم، الناس الكل شيخ عليكم. عشك لطفي عشك لطفي، هذا شيء فرحنا نحن. وانتم ما نتصورش قعد قداش الفرحه عاد ما نتصورش. لا حاجه تفرح على الاخر، لو فيدباك تي بوزيتيف، معناها الحقيقه انا واحد من الناس ما جاني حتى كومنتير نيجاتيف، الناس الكل تشكر في المسلسل تشكر في البيرسوناج، يعني معناها العباد شيخت بالحق ايدونتيفي البيرسوناج واش دي ظهر لهم يشبه لهم ضحكهم بكاهم. دونك اللي حبيت وصل خاطر انا كان مهم لو تشالنج اللي عندي، اني صحيح فما كتوش نتاع الضحك موجود عند وجدي، مي وقت اللي ضرب وقت اللي فما لو شونجمون البيك دراماتيك نتاع وجدي لازم زاد يمس العباد يبكي العباد باش تكون ممثل فما. فوالا دونك هنايا هنايا باش توصل الدور كيما هو، معناها وجدي لازم يوصل بوجاعته كيما بضحكته كيما بذاك هو. دونك سيتي من الاول فرحان وي، مي قعدت نستنى في اخر مسلسل شوف لي مومون نتاع الدراما شنو ينجموا يعطيه، والحمد لله العباد تفاعلت على الاخر، يعني هاك شفت الفينيش
اللي هي نتاع واجدي اللي نجم نجم يكون مات نجم يكون مات نورمالمون تو مات ولا ما ماتش انا تو ما نعرفش والله العظيم نقرق بعض الحميد انت وبوشني كان باش تقعد سيف معاه باهي هكا وتهزوا للبحر وتسمع كلام وهكا وتبشبش فيه شويه كدويات يقعد حي بيرسونال هو ما يستاد وما يعرفش يستاد شنو نركب له يعرف يستاد تو لا توليتي تحط له في الحوت الحوت هكا ناخذ التريلي ونعتقد هلا فوالا ما انت كيما قالوا جماعه هي فرحه حقيقه معناها تعبنا ودونك كي اليوم العبيد معناها يسون ريكونيسون ويعبرونا على فرحتهم واعجابهم حاجه كي نو في بليزير خاطقولوا ما تعبناش في الفارق معناها سورتو خدمنا برشا حب في البلاتو ليكيب الكلها كانت شيخه الكل دونك باوي معناتها نستناو في حاجه في ريكونيسونس نوعا ما هكا دونك فرحانين برشا المسلسل الكل مسلسل كيما ريت معناها ما تنجمش تقول لي فما واحد خير من واحد العبيد الكل عطات معناتها لي بيرسوناج كل معناتها احنا بيدنا كي بدو نتفرجوا كل سيكونس ولا كل سين نقولوا هذه لا دونك فوالا هذيك الشيخ هذيك الخوف موجوده ما انا نوافق مهذب على الاخر ما مسينا راه جوجمت شويه من الاول اللي ما فهمتش معناها جديده عليا انا نعمل مسرح هذاك هو هلا انت تعمل مسرح اليوم المسرح اللي هو الفيزيبيليتي نتاعو شويه مالوغوزمون سا توجور ايتي كوم سا وي وي مي بون قاعدين نجيبو في عبيد الفيزيبيليتي نتاعو نتاع مسرح نتاع الجمهور اليتيست يحب المسرح يجيو بعد ساعات تلعب في صالة يجيو 40 واحد بعد ساعات تلعب في صالة وتبدا معبية يجيو 200-300 هذاك المسرح المسرح نعم من الفيزيبيليتي هذيك تلقى روحك اليوم ستار فيزيبيليتي ملايين تفرجوا فيك وبرشا برشا دي روتور بهين معناها كلام اي وي كنت وين صبحت شنو هو الفرق؟ انا جيساي راهو دو غاردي مش توا باش نعمل فيها واحد اما جو بونس اوسي باش نجموا نكملوا نخدموا بالصحيح ما لازمناش ندخلوا فيها ياسر زاد الدوامة هذيك. ما تنبالوش وقت تدخل فيها ياسر باش تتقربع باش تخسر مستقبل. اكزاكتومون معناها انتو ليكا الممثلين اللي نعرفهم انا حسب تجربتي توا اللي 30 سنه في الميدان مش شويه معناها شفت ممثلين عملوا دي جران سوكسي وبعد دخلوا في حيط خاطر سوكسي صعيب حتى اللي هما بيدهم قالوا روا كي يحكيوا يقولوا فاجيري وكالجو هذاك روا يقولوا روا هي ما فهمش حاجه معناها اهم من انك تكمل تخدم تجيب تبيعتها معناها ما تحسبش حساب بين راني باش نقعد ونعمل هكا وباش نقابل ليه تكمل تخدم عزيز روا عزيز تو انشيني دو سوكسي راك الحمد لله الحمد معناها لله. اليوم ورا بعض وفي السينما في جرتو انت ونفس المخرج اي وهلا معنا راهو هلا اي الحقيقه هذيك علاش قلت لك انا راهو معناها كي صار لونشينمون نتاع لو سوكسي نتاع داشر من بعد زيت وجدي خوفني برشا قلت معناها ينجموا العباد يقعدوا في مخهم وليد ودشره وكل بعد كي جا وجدي سي با لو ميم بوبليك لو غيان افواغ انا فهمت من بعد خاطر انا من الاول بو موا سيتي لي سوكسي نتاع دشره الناس عارف نو غيان افواغ تلفزه معناها بالرسمي لو غون بوبليك تمشي تتعدل حاجه اخرى جمله تلفزه تولي وين تمشي في الشارع العطار يعرفك اللي عمره ما حد ساقه في المسرح في السينما سي فري سي فري انا عباد معناها عندي يمكن 20 سنه ما حكيتش معاهم ميساجات دونك سي 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 ان تروك انورم اما يفو لو جيري معناها بالحق كيما قلت خدمة تكمل تحاول تشيخ وتحاول تخدم تكمل كمان وساعات تسمع حاجات توجع لطفي مقابل والله مش معناتها المسرح تعرفوا طلعوا يعرفوا يمثلوا التلفزه مثلا فهمت اي بيان سور على خاطر كانت فما مشكله اللي كانوا جماعه المسرح كي يحطوا التلفزه يتمسحوا في التلفزه فهمتني معناها حتى لين يتبرولوا هكا وياخذوا وقت مش الكل مش تياتر كله كيكا انت تعرف انه فما بالعكس يعني بزور تياتر اللي يستحق اكثر معناها تكون انت جوستيس اكثر من الكاميرا معناها دي جور تياتر هاي فوالا سوف كو شوف انا مون افي كيما كنت تحكي على باش ما تدخلش في المدخل هذا قول ما نعرفش خاصه بالنسبه للمسرحيين معناها اللي عاملين مسرح تقول تيا هذا معناها هذا مآلي وهذا حقي اللي كان بتتر من المفروض انه يجيني من قبل معناها فانا في البلاصه الصحيحه اللي من المفروض ان يكون موجود فيها من قبل فما فماش علاش لا ندخل بعضي ولا نتقرب معناها فوالا به شنو هو سر نجاح المسلسل نتاعك المحب ثلاثه حاجات انا نقول نلخصهم في ثلاثه حاجات الخدمه والمحبه معناها بالرسمي راهو كي نقول محبه راهو لطفي راهو انت هكا عملت طلع معناها على التورناج معناها جيت بحذانا وكل وخذيت فكره قداش هوموجين لو جروب قداش فما برشا محبه قداش ليكيب تخدم برشا معناها فما حتى حد يخمم في الناس كل تخمم في نجاح البروجي حاجه اخرى فما ممثل فما مخرج يعرف يعدي لك الحلمه يعرف كيفاش عندك عبد الحميد اليوم كل جيني اللي عند عبد الحميد انه يعرف يخو كل ممثل وحده وكل عبد من ليكيب وحده والحاجه الثالثه اللي الحقيقه
ما فماش دي سيليبريتي في المسلسل، فما ممثلين. عبد الحميد اختار ممثلين من المسرح ولا موش من المسرح، ممثل جاي باش يعطي حاجه. معني حتى العبيد اللي عايت لهم دي تي دافيش، نحن الاكثريتنا مناش دي تي دافيش، حتى اللي عايت لهم دي تي دافيش ممثلين. مهذب، اول مره نشوفه من القلائل، القلائل نشوفوها ديجا في السينما، لكن في التلفزه اليوم اول مره نشوفه بوليس يشبه البوليسيه بالحق. فهمت شنو نقصد؟ معني مش ستيريوتيب نتاع التلفزه. فهمتك، لا فهمتك، مش مهذب معني. مش انت معني المهذب نتاع التلفزه، مش مهذب معني، مهذب مش مهذب واللطيف، مش مهذب. اي فهمتني، معناها يقرب اكثر للرياليتي. تعرف لطفي انه تقريبا كل المدارس تقول انت والاليات والتقنيات بتاع التمثيل هي تتوظف باش ما نمثلوش فينالمون، يعني الغايه او الهدف بتاعها انه باش ما نمثلوش في الاخر. فأمونافي كان الكوميسار فتحي كان كما قلت انت كيما الكوميساريه كيما نعرفوه بتاعنا، معناها لانه ما من الاول ما اشتغلناش على ان نحاولوا نعملوا كوميسار خاص نمطي. كيفاش معناها نعرفهم كيما نعرفوا الناس كل الكوميساريه، معناها ما اشتغلتش على اني سواديزون نمشي ونشوف نتبعهم كيفاش يعملوا كيفاش يقولوا كيفاش يتكلموا كيفاش يقفوا. ما حاولتش اني نعمل كوميسار مقلد او يشبه، فهمت؟ حاولت اني نعمل كرياسيون دو كوميسار، انه نعمل كوميسار بتاعي انا، معناها بتاعي انا وعبد الحميد المخرج. ما عقدتش المسائل برشا، تو سامبلومون حاولت اني نتبنى فكر الشخصيه، هل البيرسوناج هذا كيفاش ينجم يكون يفكر. وكاو مهذب، انت اليوم تصنفت وجه جديد. اي وانت قيدوم في المسرح وليك خبره في التمثيل وماكش جديد، واللي قلقتك الحكايه بيان سور. شوفهم والله اكتشاف وجه جديد. اي اكتشاف، اي والله اذا نقول لك حتى انا اكتشفت برشا حاجات رمضان السنه. هو بصراحه انا حاولت لماكس ويزمك تحاول برشا باش ما تتقلقش، خاطر مثلا فما اكتشاف بتاع الوجه الجديد، فما بتاع دور ثانوي. مسابقه الدور الثانوي سأل كل المسابقات، ما فهمتش علاش وهذا صرا في كورس بالحق. وفما وحده اخرى ذي قتل مسكتو، انه فما شكون صفحه او من عرشنيه عندها مسابقه ولكن عندها 12 ممثل وقعد عندها 11 ممثل وقعد يزم يكملوا القائمه ب 12. قعدوا بيني انا وبين ممثل اخر مش نذكر احتراما ليه. فالسيد كلمني يستشير فيا كيفاش ويستسمح فيا كيفاش يحب يحط الممثل الاخر. اما يحط علاش؟ ما تخشش علاش؟ خاطر الممثل الاخر كبير وتمرمد ياسر، الاولويه ليه هو ماخذت خاطر، معناها وزاره الشؤون الاجتماعيه. يعني بالحق فهمت لعبت فيش قاعده تفكر معناها. توا كيما البارح مثلا فجأة زاد بذيك ما نعرفش، وقعدت في احراج انا الصباح احنا جايين هما كلموني اذاعه شباب الحق وقاعدين يحاولوا يفهموا معايا الحكايه. حطوني في احراج ثلاثي انا توا، احراج معاهم هما وكاني انا متكبر على اللجنه، اللي على فكره اللجنه محترمه جدا معناها، اللجنه اللي عاملينها محترمه جدا وانا احترمها ويهمني رايها بالحق. وحراج مع زملائي اللي محطوطين معايا في القائمه وكاني انا ما نحبش نكون معاهم في القائمه هذيك، هو مش هذا جمله معناها. واحراج مع الاسماء اللي موجوده في القائمه الاخرى بتاع ليه خاطر ما يعرفوش العباد انت تكلمت ولا كتبت هكا. انا والله بعثت ميساج ما جاوبني حد، وليت حطيت هبت ستاتيو انك ماكش موافق على اني مانيش موافق وانه راه ما يجيش معناها التصنيف غلط نحير معناها. بالحق استغربت انا معناها، انا متاكد من حسن النيه لكن ساعات حسن النية أكثر من لازم يولي نية معناها. ماني عيب معناها بالحق معناها، اسأل على العبيد على الأقل ما مناش. لا نجم نسألك سؤال بيرسونيل شوية. تفضل. ولدك خاف منك في ال أي قلتها أنا لطفي، خاف مني كشف تصاور من الأول وقت اللي ستي دي فوتو معناها فهمت يعني فيكس لو بيرسوناج. قريب عام 9 سنين. داكوغ. اي دونك من بعد كي شاف البيرسوناج يتحرك با دو تو، بالعكس معناها بالعكس. دونك هما حتى لي رياكسيون انا من الاول تبعت شويه، فما عباد يضحكوني خاطر علاش هكا في شقان الفطر باش تعديو لنا عباد هكايا، اللي انا توجعني على العباد راهو مش على وسيله، خاطر شنو العباد شبيهم معناها فهمت. انا والله ماذا بيا زيد نحكي شويه على الحكايه هذه، خاطر وسيله راهي ما سي لينيغ معناها انا بيدي معناتها فيها كل شيء، راهي ماهيش كبيره برشا في العمر نو بلو، خاطر فما بيت تقول لك اذا تكون كبيره ماهيش كبيره برشا. راهي وسيله هذه حكايه سان ديتاي اللي ما فاتنيش معناها انا وعبد الحميد، معناها نعرفوا عمرها قداش وولدها قداش عمره اللي هو بليل سلاطنيه اللي نحييه، معناها حسبناها راهو الحكايه اللي هي مش بعيده عليا العمر. شكون اكبر فينومين معاكم خدم في التورناج؟ فينومين سيتادير في البلاتو؟ بلاتو في البلاتو ضحك هذاك كالعاده
لكن تلموا انا وشاد لي حاجه اي شاد لي وي وي شاد لي حاجه كارثيه. انت في دور البوهالي يخدم على الشيخ في الربوخات والله الرول ياسر حبيته من اللي قريته معناها. فسر لنا اش معناها خدمه العشاق. عشاق هو اللي عاشق على النبي صلى الله عليه وسلم، كل يدور بالبخور ويقول لي عاشق النبي صلى الله عليه وسلم. هي ساكزيست ويحزم الرقصات ويدور بالبخور وهو هيج الجو ويقدم الفنانين الحفاله يحفل فوالا الجو الحفاله يسمى كيما عربي اهو. اي ما هذا لا عربي ميوزيسيان. اي معناها راهو كي مشيت معناها قابلت السيد مثلا عشاق انا معناها قابلته وحكيت معاه فهمت لي هي خدمه بالحق راه مش تفادليك معناها راهو شان سيف دوركستر هو مش شالق راهو معناها كان مش هو راهو فماش جو ما تراش ربوخه كيك بالله اعطينا ذريبات عشاق اعطينا ميوزيك عشاق انت تو تتحرك احرك في البلاتو هاكا بلاتو عربي ودنيا امورك موسيقى حويجه عروبي هكا دنيا متاع اللي عاشق النبي صلى الله عليه استاد على الرسول الله مصلي وسلم على سيدنا محمد اليوم خميس وغدوه خميس حاضر محمد وغايب مني صغرتي بالحوت الرسول. قديه عربي قديش نوت قديش نوت 20 سور 10 با 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 شوف السيريوزيتي اه وي وي سي باهي خلينا نبدلوا الجو شويه معناها دون لو سونس نحكيوا على حاجات اخرين لازم المسلسل مسلسلات رمضان مسلسلات اللي مسوكم مسلسلات اللي ما اهتمتولهمش بخلاف النوب صعيب انا بيرسونيل مخات مازلت ناويه بعد رمضان باش نحطهم الكل اما تفرجت اللي مات الويله في مايسترو عجبني قضيه 460 زيد اما معناتها ما كملتش تفرجت شويه مع ناويه بعد رمضان خاطر نعرف اللي بعد رمضان مش ما نعمل دونك قلت موا توا سي فغي كو رانا معناتها في حتى الوقت ما عندناش معناها انا عندي باغسا عندي الخدمه والكل وي اما الحقيقه ان توكا اللي نجم نقولوا اللي معناتها ياسر شخنا اللي فما برشا خدمات السنه معناها فما لو فات لي كيما شورب مثلا بدا في وسط رمضان ما سي مانيفيك معناها السنه فريمون تونسي حار على شنو باش يتفرج انا من الاول متغشين العباد يكلموا فيش بهم كلهم فرد وقت احنا نحبوا نتفرجوا عليهم الكل دونك هذا مثلا حاجه تفرحني برشا من بعد نتفرج وي حتى انا والله تفرجت بالاساس على النوبه بيان سور ومتفرجت شويه معناها لطفي ما تنجمش بصراحه حتى اولا الكل مجي فرد وقت اون بليس حتى باش تقول تتفرج من بعديك معناها يوتيوب انا استيعابين تعب معناها في ليله تفرج في ثلاثة واربع مسلسلات باش تتبع مع بعض مي هذا ما فيش اني شفت شويه المايسترو مسلسل ممتاز جدا جدا معناها أي حقيقه حقيقه نجح معناها مسلسل رائع فعلا مشاعر ما نعرفش انا ما عادش نجم نعطي راي في مشاعر خاطر ديما كي نعطي راي ولي تقرا على اساسه كانه موقف مني انا لان نو نو انا ما يقلقنيش اعطي رايك ورايك يخصك انت وكهو لا حبيت تقول لا لا نحكي على العباد بصفه عامه باسكو انا خدمت فيه وما نجمتش نواصل او انا رفضت اني نواصل من بعد نولي كي نعطي راي يظهر كانه رده فعل مني اوكي والله لا كل حاجه بلاصتها بالعكس راهو من بعد تسويت الوضعيه وما عندي حتى مشكل مع حد سوف كو اللي نحب نقوله انه انا بصراحه ما حسيت فرق كبير برشا وقت تفرج المسار بالمسلسلات بالدبلجه هذيك نتفرج فيها انا سنسر مو معنا فمش ريحه تونسيه ما حسيتش فما ريحه تونسيه فعلى ليميت على ليميت فوالا على ليميت انا قلت هذايا باو مسلسل في تونس مش مسلسل تونسي معناها الريحه التونسيه ما فماش بالكل معناها ماهيش اوبليجي مسلسل يكون فيه الريحه التونسيه لا مش بالضروره لا مش بالضروره بلاد العربي ما نعرفش مش هذا الريحه التونسيه لا لا نحكي على اخراج تركي 460 ما فيهش الريحه التونسيه هي كما تحكي على اخراج تركي ما تنجمش تحكي على نظره تونسيه معناها عامل الببليك يتفرج ما يهموش ليه مش غاديك مش كي الببليك معناها ريت معناها نجيو نظلموا الاعمال الاخرين كان نجيو معناها نحل نصنفوه عمل درامي خاطر عمل درامي تونسي المخرج ساعه نجم يكون تونسي لازم تكون نظره تونسيه قبل كل شيء يعني انا حسيته عمل درامي عربي نجم نقول فيه ممثلين تونس وجزيريه موجود في تونس لكن النظره وحتى طريقه الاخراج وتونس كيف صورها ما نعرفوش تونس هذيك متشبهه برشا فرحوا قالوا الحمد لله تونس شفنا اول مره نظيفه وباهيه ولا تونس ديما محلاها تونس راهي محلاها كي تشوف الباهي والخايب نتاعها الكل مش كي تشوف كان الباهي تولي ما تشبهناش وقت انا الحقيقه لطفي نتفرج في كل شيء
ما عنديش هذيك والتعب والخدمة كلنا لازمني نتفرج في كل شيء باش نجم نحي نرحي كل شيء. شو تقصد انت الساعة؟ ما عنديش ما عنديش شنو ليه؟ ليه؟ انت عندك ولدك وعائلتك وعائلتك وانا مازلت جون انا مازلت عملوا لي عركة بيت طلعوا لي بها كل واحد يصفق في تعب وكل واحد ينجم يتفرج في أربع مسلسلات في الليل. ما عندهم شيء في حقهم كان يتفرجوا في المسلسلات فهمت مش يخرجوا في أجيال يخرجوا في أجيال خاصة انهم بداوا متخبيين ما نجموش يخرجوا دماغته ولا كيف والله يتحلى يخرج بيخرج مسلسل صحيح كمل فحوا فيك عملوا فيك مش ميكل تريحة ديجا عندها في المسلسل اي في المسلسل انا قلت لك تفرجت في كل شيء الحقيقه خاطر مهم اني ناخذ فكره رأي. قضيه 64 عجبني برشا عمل مختلف فيس فيه توش تاع ماجي سمباتيك معناه فما معناه وبودا مومون تحس روحك تتفرج في حاجه ما جديد عليك ما ماهيش تونسيه معناه ساسور دو لو حاجه تشبه لي انا كمتفرج المايسترو كيف كيف عجبني برشا ولاد مفيد حسيتهم مثلا مزروب على السيزون الاخرين معناها السيزون الاخرين كنت ديما راهو سيم شاري عندك فتله تقعد تتبع فيها في الاخر المسلسل هذاك علاش لعبت تتبع وكل لكن السنه حسيته مزروب ما فيش انستالاسيون كيما المسلسلات الاخرين دونك هذاك هو اللي خلاني هكا ما عندي معاه ما بون كملته الحقيقه كملت تفرجت معناها ما عجبوش وكمل هذا ليه مش ما عجبنيش اخزر مش ما عجبنيش انا قلت معناها في الممثلين المسلسلات كل بهيمه لا فما اللي عجبوني هكا عملت ترتيب تفاضلي من غير ما معناها قضية 64 مايسترو وفما ولاد مفيده بعد خلط اغزر بعد مشاعر الحقيقه من الاول من الحلقه الاولى معناها عملت اوكي هذوكم كي يقعد يرجيني يشرب في كسمية وغزر لها واحد بابا انا نجم نروح نعمل برشا حاجات في حياتي انا مره كيكا مره ما نحبش انا اشكرك العمل وعالمين لكن مره قعدت شفت طفله تغسل في الماعون رجعت شفت مسلسل اخر ومشرقت ولادي ما زالت تكمل هي تترغي في في المعهود انا الانترفيو تاعي انا يقدر باسوي هذا مسلسلات لازم تكون انت مثلا الانترفيو نعمل في اربع حلقات ليه علاش نزحف ما نسى يمشيوا يغسلوا معهم يرجعوا قاموا مزيان ما يفوتهم شيء فلا ليش بنعملوا اربع حلقات الانترفيو هذا راه نقصوا شويه وندور نخزر لهنا نعاود نرجع لك هكا ميوزيك وترافلينغ انا الحقيقه سي با ما تزدتي وحتى مسلسلات تركيه خويا ما يظهر لي يكتبوا على ياسر مزيانين اكثر من لازم دونك فوالا شرب خلطت خلوط من بعد من الاول ما تبعتش حقيقة جامعة الفوغي وكل وكل جوج من هذيك الكل بعد تبعت شورب فما لاتوش تاع مديح بالعيد فما برشا حاجات تحسنت في شورب بارابوليس برشا حاجات باش نشوفوكم اكثر بالسكسي توا هذا تاع نوبه باش نشوفوكم اكثر المسلسلات فما اقتراحات فما ناس تصلوا بكم فما هكا لا pour le moment لا de toute façon انا كيما حكينا قبيله معناها ça dépendra de شنو موجود معناها فهمت قلت سي ان بو ترو تو زاد باش عبد تتصل بك انا سيريو ثم التليفونات هذوك نتاع ان شاء الله باش نخدموا مع بعضنا غيان سيريو عبد معناها جوست تشكرك وكا ان شاء الله نجم نكمل جملتي باهي نخلي لكم كلمه الختام نكمل جملتي مع اونشيني بكلمه ختام حتى ما هذا في بالو بشيء اونشيني كلمه ختام حطوا فيها اللي تحبت انا كلمه ختام انا نحب نشكر برشا العباد لي روتور اي ما عادش نمشي حتى بلاتو مع عزيز زيد يا بربي ركزي على ضيا برشا حب راه ورا هذيك دونك فوالا دونك خليني ننظم افكاري نشكر برشا بالحق لي روتور خاطر انا جو مدي العباد هذوما ما عندهمش علاش راهم باش يقولوا لك برشا كلام باهي دونك سي دي جون اللي يبعثوا لك في دي زونت بوزيتيف في كلام باهي يشجعك يخليك تطير بالفرحه ساعات فوا دي ميساج مش عاجزتوا على الكلام بالحق ما تلقى ما تقول معناها فاست اسا نشكر برشا ليكيب نتاعنا ليكيب الكل من الاسيستانا للكوستيم انا بالنسبه لي انا عندك مكياج كوستيم ديكور راهم وسيله هما اللي مكونينها زايده معناها فهمت كي تدخل تلقى ديكور دونك نشكرهم برشا خاطر لي سيمي برشا دونك سلم عليهم عبد الحميد بوشناق على الفرصه وفوالا سينو هذاك هو كي يتعدى اول مره في التلفزه سلم على دارنا اي حق اي فرصه فرصه تعدى انت اول مره تتعدى في التلفزه تعديت ما نحكي لك معناها حبيبي فادلك كنت تحب عندك ناس تحب تقول لهم حاجه سلم على حومتي على تلمذتي كل سلم عليهم برشا وليد كلاسي اللي تلمذتي صاحبتي صاحبتي اللي سلفتني الروبا اي صاحبتي المصري وي الحمد لله نقول الحمد لله ما نحكي بالنسبه لي انا على الاقل جاء بعد برشا تعب بعد
انا تسمع فيك من قبيله قاعد تقول برشا تعب وقبيله قول جمله خاطر ممثل فما ديكود نفهمهم ليكود تاع فرحه ممثل نفهمهم ليكود تاع غضب ممثل نفهمهم ليكود تاع لا فرستراسيون انت ثاني مره تعطي ديكود تاع كأنك انت اليوم قلت توا قلت بعد برشا تعب والاولى قلت نورمالمون بلاستي هذه حقني خذيتها قبل سي معناه كأنك تتبوزيسيون او ممثل مظلوم شوي لا 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 بعد سي كي عم تقول بلاستي هذه حقني خذيتها قبل نو 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 علاش انا مظلوم تنجم تكون الدراما هي المظلومه محرومه مني السنوات اللي فاتوا ما يسالش كيما تحب انت لكن نفس المعنى لا المعنى الثاني مش تاعك مسكين معناها اللي انا نرفضه تماما وي وي الدراما التونسيه مظلومه نقول مش من مهذب برميلي مظلومه من برشا ممثلين اكفاء انا فقط ادعو بالحق معناها بصراحه دعوه صريحه دعوه خيره كل المخرجين رجاء افتحوا الابواب على الممثلين المسرحيين وسترون العجب والعجاب انا ديما نقول هذا انا نحير معناها نستغرب بالحق علاش وقتاش باش نخرجوا من هاللي كاستينج اللي تعملوا في التركينة في زنقة ندرا منه في تاج ندرا قداش تقول يبيعوا في الزطله حلوا للناس الكل حل كاستينج للناس الكل بالحق للممثلين المسرحيين حقيقه وسترون العجب والعجاب راكم قاعدين تشوفوا معنا هاي العام معناها بالحق كانك زاد قاعد تقول الممثلين الاخرين ما مش كفاءات مش لا كي تقول اوكي وميم طون كأنه لي كاستينغ الاخرين اللي قاعدين يتعاملوا يتسموا لي كاستينغ سوفاج لي كاستينغ سوفاج كأنهم ما تصوب معناها هذيك عرفت تصيب وتخطا ما نعرفش بالزهر معناها علاش هذيك لازم تكون اكسبسيون مش هي الباس فوالا فوالا علاش علاش انت كل قال الاخر ما نعرفش علاش طيش الشبكه تنجم فيه تجيب فيها الحوت اللي يصلح وتجيب فيها ما نعرفش ايش يسميوه هذاك الواحد لوزف يا وعندك لهنا الكعبة وقتها معناها عندك لهنا البحر الحقيقي الأرضية الحقيقية اللي من المفروض تمشي لي هي الأولى زعما زعما هذه ما صارتش التجربة هذه وما عطاتش برشا أثمار زادة يا أخي ما كانوش يجيبوا كان من المسرح المخرجين قبل منين كانوا يجيبوا في الممثلين؟ يجيبوا كان في المسرح يجيبوا في 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 مجموعه معينه من المسرح زاد مش بطريقه مفتوحه لطفي انت تعرف هذا مش مفتوح جمله معناها خلينا نعرفوهم ديما احنا قبل كنا كيف نشوف اسم المخرج نعرف شكون الممثل فما مخرجين عندهم مواقف ومخرجين عندهم راهو دي كومبلكس من جماعه المسرح نعرف ولليوم اولا فما مثلا يقول لك فما انيكول يقول لك سي دي جون كي سيرجو خلينا نكمل انا من المسرح ونعرف انا راهو اول ما حطيت ساقي سي صلاح الدين السيد سيدي من اكبر المخرجين في تونس اللي كان شكون يخدم مع صلاح الدين السيد انا سورسان جاي تفرج فيا انا ومحمد علي بن جمعه وجهه جندوبي جاي تفرج فينا اختارنا من المسرح استادنا من المسرح لكن فما مخرجين يصطادوا من المسرح خاطر شخصيته خويا صلاح الدين السيد وفما مخرجين يقول لك راهو سورسي دو سورجو وفما مخرجين يقول لك نخاف شخصيتهم اقوى مني فما اكبر من هذا الكل فما مشكله انه فما مخرجين ما يجيوش للمسرح جمله لا يجي نقول لك لا انا ما يتفرجوش دونك ما يمشي على مشكله في التواصل فما مشكله في التواصل فما مشكله في التواصل شوف انا نقول انا راني قلت افتح بالحق معناها نقول الممثلين على فكره مش نحكي انا على الاكاديميين نحكي الممثلين الاكاديميين والممثلين العصاميين فما برشا ممثلين بالحق راهو انا نقول اذا كان مهذب الرميلي نجح نسبيا في دور فتحي صدقني عبد الحميد بوشنيق راك فوتت على روحك فرصه بتاع انك تلقى 50 واحد اخر كانوا قادرين انهم يعملوا فتحي اكثر من مهذب الرميلي وافضل من مهذب الرميلي انا كنت فضل يمشي ياخذ ممثل لا 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 هذا اللي حبيت اقوله معناها مفهوم كلامي اللي حبيت اقوله راهو فما ممثلين مسرحيين بالحق لو كان يتحلل لهم باب البيبان اللي هم المفروض هذيك ارضيتهم من المفروض هذيك الترام بتاعهم نشوفوا حاجات كلمة الختام نتاعك صح وقتاش نشوفكم مش عندكم في المسرح وين نشراوكم عندنا المسرح ديما المسرح انا ديما نقول بالنسبه للممثل المسرحي التلفزه ما هو الا استراحه محارب فتره وتمشي على روحه ويعود للمسرح مازال بيصير عندنا المسرح كما كان يحكي عزيز السينما او كذا فما بعض ممكن تدخل في اطار مجاملات مازال تنجمش تفرزها توا ان شاء الله من بعد اذا فما بعض الحاجات اللي نحب نقول ونحب نشكر ليكيب الكل طبعا ليكيب الكل من عبد الحميد شكرتهم ديجا ليكيب اللي بكل ثقه حتى للشوفير اللي يجي اللي يجي يهز من ديارنا بكل محبه ونقول محبه نرجع لحكايه محبه لطفي سعيكه مش محبه مش بالضروره نحبك وتحبني في شخصي راه نحبك وتحبني في مهنتنا اهم حاجه قلت عزيز ما تكلمتش انت اليوم اليوم انا حشام وعندي حكينا على ليلى بحق جوست ربي اشكر في بلاست عزيز وكا هو بس انت بيدك نحب جوست احنا نحكيو على المسرح نحب جوست نقول اللي احنا راهو عاملين مسرح في نوتر ايكول اللي هي ليكول تاع توفيق جبالي الحمد لله كي قصيت عليك دونك تري بيان اللي هي مدرسه توفيق جبالي دونك فينالمون فما اون اوتر سورمون زيد مهذب معناها
ينجم يحكي عليها. دونك فما مدرسة أخرى قاعدة تكون في عباد اللي هما احنا وغيرنا، فما نوتخ ايكول جينيرالمون توفيق جبالي نعرفوا ما يحبش تلمذته يعملوا تلفزة. لا لا بينا سي توفيق معناها اللي تعرفوا انت سي توفيق نعرفوا معناها استاذي شنو واخ اثرني شنو واخ انطق عنده نفس اللقب وكا. دونك الحقيقه انا هاني قلت ولا قلت لك سي توفيق، انا في الدنيا نعيط له سي توفيق وهما يعرفوا معناها. ما انا بالنسبه ليا سي لونكادرمون، انا نشوف سي سي ليدول هو اللي يلمنا معناها فريمون. معناها فما برشا ممثلين موجودين في نوبه من التياترو، دونك سي نيكول مهمه برشا اللي قبل ما تعلم منها راهو تمثيل لطفي، وانت تعرف تعلم منها بروفيسيوناليزم، تعلم منها كيفاش تعيش، تعلم منها كيفاش تخمم. دونك هذا سي تري امبورطون. بعد نقول اليوم نحن لحد قاعده تعدى ليميسيون، نقول اليوم وغدوه معناها سبت اليوم سبت دونك غدوه بعد غدوه تتعدى الهربه مسرحيتي في تياترو مع 9:30 هربه ايفازيون. دونك مرحبا بالعباد الكل جيت تفرج. لا لا انا راهو الهربه نتاعي اقدم وحده فيهم الكل، راني الهربه عملت من 2016. اي هي مونولوج اي سي مونودرام ميزون سين انا وهي العياد وعبد الحميد بوشناق. دونك هما معايا في ميزون سين. عايش تولي كامل اعمل بوب باهي تصور روح. دونك اجاو تفرجوا سي ان تخيك تخي نوفو، حاجه ما تشبهش اللي موجود جمله. دونك سي بيس دو تياتر اجا لطفي انا تنفيت مرحبا. كان ما عنديش عروض نجيكم مرحبا مرحبا اجا تفرج مسرحيتي جديده نخدم. دونك هاني نقول انا ديما ما نحبش نشكر ولا نقول انتم تفرجوا فيا زي اي تفرجوا في الورمان شو ولا تحقروه؟ لا لا نتفرجوا. انا 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 مشارك في الكتابه نتاع مسرحيه نضال السعدي لهكا لهكا، ومشارك في الميزون سين. ودونك بالمناسبه نحييه نضال ونقول له حبك برشا صاحبي وبون كوراج. دونك لا لا ما عندي فما حتى باب مسكر انا بالنسبه لي. دونك فما خدمه فما حاجه نجم تقدمنا بوركوا با. دونك مرحبا بكم العباد اللي يحبوا يتفرجوا فيكم. مرحبا بكم انتو لي كا فرحتونا وان شاء الله بون شونس. كان فما جزء ثاني ان شاء الله عندنا ممثلين جدد يطلعوا معنا في الجزء الثاني. صحبه باش تلاقيو اي اي تاع شاسيو كان موت انا كان موت انا هما كي شافوهم العبيد قالوا اكيد فما جزء ثاني. فما جزء ثاني وانت تكلم لك بوش ناق تكلم لك بوش ناق. نشكركم على الجو سيرتو عزيز ما تكلمش برشا اليوم فهمتيش ولا موعدنا يبقى بقدرة ربي غدوة نهار لحد. لكن قبل ما نقول لكم بصباح الخير نتقابلوا غدوة نحب نقول لكم كان تحبوا تربحوا كرهبة ابعث حرف ا على 85 899. ولا وقبل كل شيء وقوي حدود وقبل كل شيء زاد نحبوا نشكروا المرقوم على الديكور طيارة تحفونا ذا اللي خلاهونا رمضان كامل. ميرسي المرقوم اللي عنده حاجته حاجة بالمرقوم يدخل زاد على الفيسبوك باج المرقوم يلقى حاجات حلوين برشا. أ دمى